نفس الموضوع شيخنا. ايوه. رد القوم المخالفين على حديثي عائشة. اي نعم. يقولون الجواب عنهم الوجوه. الاول ان حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه اياها على ما اذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد للزيارة. ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عندما خرجه، بل قالت ماذا اقول لهم. ولذلك صرح العلماء رحمهم الله بانه يجوز لها ان تدعو بهذا الدعاء في هذه الحال، بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه. فكأنها رضي الله عنها قالت ماذا اقول اذا جزت بقبر في الطريق، فقال قولي كذا الحديث. ولا ادل على ذلك من قولها في زيارتها لاخيها عبد الرحمن لو شهدتك لما زرتك، والا لما كان لقولها هذا كبير معنى. وان في حمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين ادلة المنع ودفعا للتعارض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الجمع تذكر الجمع من الادلة. ثانيا ان حديث عائشة هذا يحتمل احتمالا قويا انه كان على البراءة الاصلية ثم نقل عنها الى التحريم العام. سبق الجواب نهي الرجال عن الزيارة وبقي نهي النساء على عمومه، كما اشار الى ذلك المنذري رحمه الله بقوله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور الى اخر كلام العلماء. الثالث ان عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الاداب اللائقة بزيارة القبور لقوة ايمانها وعزيز صبرها وكمال عقلها. قال الله تعالى ثم يذكر. الرابع حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه اياها على انها مبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا في السنة كثير في تعلمها واخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخبر به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، مع عدم شرعيته في حق النساء. قال الزركشي ويذكر. عفوا شو كيف يعني ما واضح. نعم. قال الزركشي في الإجابة. لا الكلام السابق. المسألة نفسها. الكلام السابق اللي يستدل له بقول الزركشي. أن فعلها هذا هو. لا بريد تعيد العبارة نفسها. أقرأ العبارة. يقول حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله، ومثل هذا في السنة كثير. لا للتنفيذ يعني. لا للتنفيذ ولكن للتعليم، وقد يكون أصلا. ما هي بتقول عن نفسها. وهي بتقول عن نفسها. أنا ماذا أقول؟ هي سألت لتنفذ. إنما سألت لتنفذ. شو بيقول الزركشي؟ لا أنفذنا شو القصد نبين خطأه. شو بيقول الزركشي؟ قال الزركشي أخرج مسلم عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، اطلع خباب صاحب المحصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليه ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قال. وأخذ ابن عمر قبضة من خط المسجد يكتبها في يده حتى وضع يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شو علاقة هذا بهذا؟ يعني استاذنا بجوز شغلة الخروج مع الجنازة انه هذا امر يعني لا تخرج المرأة، وبالتالي بلغت هذا الامر ولم تفعله، لعله هو يريد هذا. لو كانت هي الراوية ما يصح الاستدلال، وهي ليست راوية انما مصدقة. نعم. شو علاقتها بالموضوع اطلاقا؟ لا علاقة لها. بتصدق يعني ابا هريرة. صحيح. انتهى الامر. استنى قوله يعني لو شهدتك لما زرتك. يقول ولا ادل عن ذلك من قولها في زيارة لاخيها لو شهدتك لما زرتك، والا لما كان لقول هذا كبير معنى. طيب.
هل يدل على انه هي فعلت ما هو محرم لهذه العلة؟ طبعا لا. فإذا ايش الفائدة؟ يعني لو شهدته لأغنى عن زيارة وكان محرما لما فعله. انا شايف ابو حذيفة ليس معنا. نعم الظاهر مش مشكلة، المهم كلام نعم. فهذا جواب واضح وضعفه يعني سبحان الله يعني محرما يتكلفوا في تأويل النصوص لتأييد المذهب. كذلك يفعلون بمسألة التكفير تارك الصلاة بمجرد ايش الفعل وترك الحجاب. مر هذا الشيخ العثيمين انا في مسألة الصلاة كل ما زال القول هو القول. نعم اذا كان متعمدا. اذا كان متعمدا طيب ما ناقشته انه هذا فهمت بس شو قال لك. طبعا انت لابد قلت له انه هذا يؤمن بالصلاة. نعم. الكافر لا يؤمن بالصلاة. نعم. طيب لكن هذا يعمل عمل الكافر ولذلك جاز شرعا نقول كفر. نعم. لكن من اين لنا انه ارتد عن دينه؟ نعم. وليس كل من كفر مرتدا. لو قرأت له كلام الشوكاني وكلام شيخ الإسلام الثانية في الفتاوى الجزء 21 استاذنا الشيء اللي ذكرته في رسالة الحجاب المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا له قضية الإلف. ان ما ألفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه. هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا. والدليل أنه الآن تجد في السعودية ما هو أنكر من كشف الوجه. صحيح. ما بيتعرضوا هل بتكشف عن ذراع وهل بتكشف عن عنقه من هون وهل بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ هذا ضيقة جدا شيخنا. يعني في هذه المسألة قبل أيام ذكر أحد إخواننا